أطلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق الوطني للبرنامج القطري هالة السعيد أطلقت البرنامج القطري لمصر، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبحضور ماتياس كورمان سكرتير عام المنظمة. زميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري وافتنا بالمزيد في هذه الرسالة. نعم، بعد التحية نتابع معكم تفاصيل إطلاق البرنامج القطري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. هذا البرنامج الذي جاء بالتعاون بين وزارة التخطيط ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. يعد هذا البرنامج القطري هو برنامج وطني لأنه ناتج عن التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة عالمية كمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وأيضا تعد مصر الدولة الرابعة في تصميم ووضع برنامج قطري في المنظمة، والذي يعد أيضا البرنامج الأكبر داخل هذه المنظمة نظرا لأن بها عدد كبير من الموضوعات واللجان والفعاليات المتداخلة. جاءت أهمية الاستعانة بهذه المنظمة وهي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في وضع البرنامج القطري مع البدء في وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 في مرحلته الأولى، وأيضا مع إطلاق المرحلة الثانية في عام 2021، وهذا الإصلاح الذي يمتد في هذه المرحلة لمدة 5 سنوات متتالية، فبالتالي ويشمل طبعا ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية. من هنا جاءت أهمية الاستعانة بهذه المنظمة العالمية لوضع برنامج قطري بالتعاون مع الدولة المصرية. إذا تحدثنا بشكل أكثر تفصيلا عن محاور البرنامج القطري فهو يتمثل في 5 محاور بها أكثر من 35 مشروعا. هذه المحاور هي محور النمو الاقتصادي الشامل والمستدام ومحور الابتكار والتحول الرقمي، أما المحور الثالث يتمثل في الحوكمة ومكافحة الفساد إلى جانب محاور الإحصاءات والتنمية المستدامة. بشكل عام يتفق ويتسق هذا البرنامج مع جهود الإصلاح الاقتصادي وفي إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويأتي في إطار عدد كبير من المشروعات. نتحدث كما ذكرت عن أكثر من 35 مشروعا، منهم أكثر من 20 مشروعا تم بالفعل العمل عليه خلال الفترة الماضية، وتم وضع خطوات مستقبلية لاستكمال العمل. ما نتحدث في إطار هذه المشروعات ما يتعلق بوثيقة ملكية سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة بشكل أفضل، أيضا تهدف إلى جذب الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص. نتحدث أيضا عن برامج الحماية المجتمعية ومنها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. هذه المبادرة التي تساهم في تحسين حياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية وبشكل خاص الريف المصري. أيضا في إطار هذا البرنامج نتحدث عن مشروعات التي تتعلق بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وما يأتي في إطاره من زيادة الوعي بتنظيم النسل وأيضا تمكين المرأة ودعم المساواة بين الجنسين وغيرها من المشروعات الاقتصادية والتنموية وأيضا المشروعات التي تتعلق بالتحول الرقمي. فيعني يأتي هذا التعاون من أجل وضع السياسات المستقبلية وتحقيق التنمية في مختلف المجالات. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.